السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم معايا في التتمة ديال الفيديو اللي وعدتكم به. كيف ما شفتوا الطبيلة كانت مكونة من اون سالاد، اون سوب، برغر و دسير. في الفيديو السابق شفت معكم لي زيتاب كاملين ديال البرغر. بوغ دسير رانا ديجا حاطاه في القناة، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض طريقة التحضير ديال لاسوب ولا سالاد. دونك شوفوا مع بعضياتنا المكونات وطريقة التحضير ديال هاد جوج ديال لي غوسيت. بالنسبة لهاد الفلوتة ديال القرعة غادي نحتاج 400 حتى نص كيلو ديال القرعة حمراء نقية، واحد بطاطا متوسطة، واحد البصلة، نسيترو ديال الماء، 150 مليلتر ديال لاكخيم فخيش، معلقة كبيرة ديال الزبدة، شوية ديال الكروفيت، مليحة، بزار، شوية ديال القزبر، شوية ديال السيبولات، هادو حتى لخر عاد غنضيفهم. نشوفو مع بعض طريقة التحضير. أول حاجة غادي ناخد البصلة وغنقطع دي كوب صغار. نحطها دو كوتي وناخد ديك البطاطا حتى هي. من بعد ناخذ واحد الكمينه شال عليها بوطا، نحط هذيك المعلقه الكبيره ديال الزبده، نخليها حتى تذوب ونضيف عليها البصله ونخليهم يتشحروا مزيان. من بعد ما تشحرت ديك البصله غادي نزيد القرعه، البطاطا، وداك السيترو ديال الماء، غادي نسد عليها وغادي نخليها طيب مدة ديال 10 حتى 15 دقيقة. من بعد ما داز 15 دقيقة غادي ناخد ميكسور وغادي نطحن. دونك بعد ما طحنت البصله البطاطا والقرعه غنتاكد بان ما بقى حتى شي طرف، ومن بعد غادي نزيد لا كريم فريش، غنزيد الكروفيت، وغادي نزيد الملحه والابزار. غنخلط مزيان وغادي نردها طيب مده ديال 4 ديال الدقائق. من بعد ما دازت ديك 4 ديال الدقائق صافي لاسوب ديالنا هي وجدات، كيبقاو دوك الطرفات ديال الكروفيت باينين. غادي نزيد القزبر، السيبولات،
ولا سوب ديالنا هي وجدات بالصحه والراحه. بالنسبه للمكونات ديال هاد لاصالاد غادي نحتاجو، غنحتاج لهاد الخليط اللي مكون من ورقة الخس والجرجير الشمندر وليزيبينا ولاماش. اي نوع متوفر عندكم ديروه، انا كندير هادو كنزيد عليهم الخس. دونك كنغسلهم وكنشفهم مزيان. كنحتاجو كذلك قطع من الخيار والفكوس اللي متوفر. لي طوماط سيريز قطعتهم انا على جوج حيت هادو عندي شويه كبار، الا عندكم صغار خليهم هكاك صايمين. شويه ديال لي زونشو، شويه ديال الكروفيت صوتي في واحد المعلقه ديال الزبده، جبنه الفيتا، واخيرا فينيغ بالزاميك باش غادي نرافق هاد لا سالاد. كنتمنى لكم شهيه طيبه، وكنتمنى هاد لي غوسات ينالوا الاعجاب ديالكم، وتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله.